كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن قرب إنجاز مشروع الربط الإلكتروني بين الكويت ومصر والهند في مجال استقدام العمالة الوافدة. نعم، وأكدت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي عقب ترأسها لاجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورتها 89 أن الربط الإلكتروني في مجال العمالة سوف يحقق العديد من الإيجابيات، من بينها القضاء على سماسرة الإقامات والكشف عن الشركات الوهمية والمتاجرة بالعمالة والتأكد من صحة المؤهلات الدراسية، وأيضا توفير فرص العمل والإلمام بالقوانين المنظمة للعمل والعمال. الدورة 89 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ارتكزت على عدة قضايا هامة: العمل والعمال وأطراف الإنتاج في الوطن العربي للتوصل إلى قرارات تساعد في تحقيق السلم الاجتماعي بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي في الوطن العربي، وخاصة في قضايا حيوية تتصل بتشغيل الشباب والحد من الفقر والتخفيف من حدة البطالة المستفحلة وتحقيق التنمية المستدامة في الوطن العربي من خلال الاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتدريبها، تعزيز دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التأكيد على أهمية دور المرأة العاملة العربية والاهتمام بتوفير المعلومات والإحصاءات حول أسواق العمل العربية. كما أكد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في الاجتماع مساندتهم للقضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني. دائما وأبدا سنظل نؤكد على وقوفنا الكامل والشامل والمستمر مساندتنا للقضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الكيان الصهيوني حتى ينال شعبنا العربي الفلسطيني استقلاله وتمكينه من إقامة دولته على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. تم في الاجتماع انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة 2018-2019 والتي انتقلت من رئاسة العراق إلى دولة الكويت. أتقدم بخالص التهنئة إلى معالي السيدة هند صبيح براك الصبيح على منحها ثقة أعضاء المجلس واختيارها رئيسا لهذه الدورة، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهامها. بنود عدة مدرجة على جدول أعمال الدورة 89 لمجلس الإدارة، أهمها تقرير حول الفعاليات والبرامج التي نفذتها المنظمة والتي تتواءم مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. مروة محرم، تلفزيون دولة الكويت.